سيما الناس الكل ان شاء الله تكونوا بالف صحه وخير وعافيه يا ربي. دونك اليوم باش نعملوا مع بعضنا زرير تونسي غوسيت ناجحه 100%. اول حاجه انا خديت هني الفاكهه نتاعي اللي باش نستعملها، تاخذوا الكميه اللي تحبوا عليها، انا نعطيكم المقادير بعد كيف ما تحبوا انتم، ما تنجموا تضاعفوهم. خديت هني 150 لوز، 150 بوفريوا، دونك باش نحط هني على المقله هكا قدامي على الطاجين نتاعي ولا المقله ولا كيما تحبوا. دونك مره مره نحركهم، سينو تنجموا تحطوا في الفور. انا كيما ديما نقول لكم الفور نتاعي قوي، دونك خاف لا يتحرقوا لي. دونك يلا هوني، وخذيت زاده ججلان تاو تشوفوا من بعد. دونك بالنسبه لي هوني باش نحضر الشحور، خديت كاس و100 غرام سكر، ونزيد كيف كيف قدهم ماء ما نخلي هكا. من بعد يبقى باش ناخذ زبده، عندي هوني الزبده باش نحيلها معناها اكل الحليب نتاعها من فوق كيف كيف. زاده هذوما الحاجات الثلاثه لازمنا نحضروهم اول حاجه. هوني مهم برشا الزبده نتاعنا تكون يعني كما نقولوا احنا نوع باهي. بسم الله ونبداو توا بشويه نحيو، هذه اهم حاجه لازمنا نحيو هذاك اكل الحليب والمفوق الكل لازمنا نحيوه. بالنسبه للزبده 100 غرام زبده خذيت. هوني هاو الشحور قدامكم، مازمناش نحركوه هاكا قاعد بشوي بشوي. هاي هوني الزبدة كيفاش نحينا أكل الحليب الكل هوني، وهاذيا الشحور نتاعنا بدا معناها سيي. دونك باش نحط هوني توا عصرة قارص دريجين ونطفي عليه، الشحور لازم يكون خفيف. فوالا هاذوما أهم حاجة نحضروهم قبل ما نبداو الغصيط نتاع الزبير نتاعنا. دونك توا الزبده نتاعنا حاضره، الشحور حاضر، يلا نكملوا توا الفاكهه ونكملوا بقيه المراحل نتاع الزرير نتاعنا لليوم. يلا نرحيو توا. دونك كملنا رحينا الفاكهه نتاعنا، يلا نتعداو توا الطنجره اللي باش نطيبوا فيها الزرير نتاعنا. ماذا بينا تكون ما تلصقش، نحط هوني كميه الشحور. ها هي ريتو الشحور كيفاش ماهوش عاقد، يعني سافا كيما وريتكم بالضبط. تعملوا معناه كيما نقولوا احنا العصر نتاع القارص، درا يجيني ربع ساعه وتقصوا. دونك هذه بالنسبه للجلجلان وهذه بالنسبه للفيك. بالنسبه للجلجلان 300 غرام، انا خاطر الجلجلان ما رحيتوش معناها توا وانا نعمل، خاطر ديما ناخذ كونتيتي نرحاها سوي باش نعمل عصيده ولا باش نعمل اي حاجه. دونك ديما الجلجلان يبدا عندي، دونك هذه 300 غرام نرحاها معناها عند في الطاحونه وكل وقت نشري الجلجلان يبدا معرج وحاضر وكل. دونك فوالا هذه هي 300 غرام. دونك هوني زاده كيف 300 غرام فاكهه. دونك هوني رحينا توا باش نمشيو نحطوا الفاكهه نتاعنا الكل هوني. تنجموا تعملوا العكس، تنجموا تعملوا جلجلان اكثر وفاكهه شويه كيف ما تحبوا، تنجموا تعملوا حتى معناها رطل جلجلان و100 غرام فاكهه ولا 200 غرام مش مشكل. الجلجلان الحقيقه نستغل ديما الفرصه كي نمشي نعمل البسيسه ولا حاجه، دونك نرحي كميه باهيه نعرجها ونركحها في الدار والكل، وبعد نمشي نرحاها في الطاحونه. بعد فما اللي نخليها شويه شويه وفما نرحاها هكا بات نستحقها الحقيقه. دونك باش نحل التوازير نتاعي كله في الشحور هكا، نحلوه قبل ما نحطوه على النار. بسم الله هكا هاو الزرير نتاعنا حلينا في معناها حليناه كله الحقيقه في الشحور. فوالا باش نضيف توا الزبده، حليت الغاز على نار متوسطه مش قويه، نحط كميه الزبده نتاعي اللي ذوبتها ونحيت لها الحليب بالطبيعه. يلا بسم الله توا كيما العصيده نحسو الزرير. دونك يلا هوني ان شاء الله يبدا قربت لكم يبدا ظاهر. فوالا هاو الزرير نتاعنا، نبداو توا نار ديما متوسطة، ردوا بالكم تقوي من النار. هاو هوني نوريكم كيفاش حليناه معناها الزرير بتاعنا كومبليتمون. نزيل نزيدو حتى نحسوه يبدا يبقع الريحة ما شاء الله. حبيت نوريكم بالمرحله بالمرحله باش نتوما زيد قدره ربي تنجحوا فيه حتى كونتيتي ما اصغر. دونك عندي هوني 100 غرام عسل، طبيعة ماذا بينا نستعملوا العسل الحر يا جماعه. يلا خلطوا الكل ونطفيو خليوه يبرد وصحه وبالشفاء. فوالا دونك هوني الزرير نتاعنا حاضر، طفيو خليوه يبرد. فوالا هوني خليوه يبرد ومن بعد نعبيوه، والزينه بطبيعه الحال نعبيوه في الديبو ولا كيما تحبوا نتوما، المهم خليوه يبرد ما نحطوهوش هو سخون. فوالا توا نوريكم بعد شويه ان شاء الله. دونك
هاو الزرير نتاعنا هوني خليته يبرد شويه، وخذيت هوني بتبيعه باش نحطهم هكا باش نقدمهم ونوريهم لكم. دونك هذوما هما، هذيا هي غوسيت تاعنا اليوم. الحقيقه الزرير اكثر حاجه تنجح، معناها باش تنجح الغوسيت نتاع الزرير هو زاده الزبده تكون يعني نوع به، والعسل زاده، خاطر العسل زاده اذا يكون نوع به هو اللي يخلي زاده العسل الحر فوالا باش يعطينا ريزولتا تحفونه. هذا هو الزرير نتاعي، حبيت اليوم نقدمه بطريقه بسيطه. هذوما ديبو الحقيقه نحطهم هكا للصغيرات، كل يوم هكا نحط لهم شويه، دونك بنين برشا الحقيقه زرير. وهكا حاجه في ميزون ضيفه، ان شاء الله نتوما زاده تجربوها. كان فما اي سؤال ما جاوبتش عليه قولوا لي. دونك فوالا تبقى لي كان باش نزين ونقدمهم. دونك هذا هو الزرير نتاعنا، حاولت انا هوني باش نقدمه بالطريقه هذه. صحيح ما همش الكيسان هذوما نتاع الزرير، هذوما كيسان عزيز على قلبي نحبهم برشا، كيسان طرابلسي. حبيت نقدم فيهم الغوسيت نتاع الزرير التونسي اليوم، ناجح 100%. ان شاء الله نتوما زاد تجربوا الغوسيت، اهم حاجه تبعوا المراحل والنصائح اللي انا عطيتهم. قدره ربي يجيكم زرير ياسر بنين، تنجموا تعملوا نصف الكميه اذا باش تعملوا اول مره. سهلتها عليكم ان شاء الله، وكالعاده ترجعوا لي بكلي كومونتير الميزانيات ديما في كل ما نهبط غوسيت. ما تصوروش قداش تفرحوني كي تجربوا الغوسيت وترجعوا لي بلي كومونتير هكا وتقولي لي راهي الغوسيت محلاها ونجحت معانا والكل، حاجه تفرحني برشا وتشجعني اللي انا ديما نكون موجوده معاكم يعني بالفيديوهات الجدد وبالحاجات المفيده بقدره ربي. ان شاء الله زاد كيف كيف، دونك تجمو زاد تابعوا قناتي على اليوتيوب، حاجه زاد تفرحني انتم تشجعوني ونطلعوا شويه القناه مع بعضنا الناس الكل. دونك ما تبقى لي كامش نقول لكم، هذا الزرير التونسي باي كويزين اموله في كيتشن امل تونيزيان على اليوتيوب، شجعوني وان شاء الله يا ربي. مازال ما بردتش برشا دونك حديته شويه شويه وزينته، دونك ان شاء الله نتوما زاده تجربوها الغوسيت وتنجح معاكم بقدره ربي. في امان الله الناس الكل.